يعطيكم العافية. الله يخليك. هي اللي بتفلم فيها هيك لحتى تضطر ولا نعيش؟ يعني شو هي؟ أسود أحمر. أه؟ أسود أحمر. أسود أحمر؟ طيب إذا أخذتها هلا شو بدي أسوي؟ لا 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 لا. ليه؟ أنتوا أكيد بتسجلوا قاعدين هنا الكاميرا الخفية. إذا بتريد عرفت كيف؟ لا يعني لا تصوروا بعدين صورني إلي أنا بوع مثلا بوع ها هو صورني أي واحد مصاب بتصور ليه؟ مصري أو سوري طيب أنا سوري هو. يلا تحت أمرك صورني شوف حوع صورني واحد اثنين ليش؟ أنت وقعت هذا التليفون؟ لك صورني ايه؟ اوعى بتصورني يلا بس اوعى بتصورني واحد انت ايه الاول؟ انا؟ صحافة ولا انت ايه؟ انا لا صح انا مشجع مشجع وانا ايه منزلك الملعب؟ لا انا معلش انا بنزل ممنوع نزولك هنا ليه؟ ممنوع ما بصير لازم لو لاني شافك حخرجك لا ما بصير انت شوف اوعى بتصورني الله يرضى عليك ايه؟ واحد اثنين شوف صورني يلا خلاص ليكون ضحكت علي ما صورتني ليه؟ شوف مش حتتكسر دي حلك شغلي حلك شغلي كثير يكون في روح رياضية ما في راجل روح رياضية ايه؟ راحت عليك جول راح عليك جول طب ارجوك بس هاي المباراة بين مين ومين؟ طب بين مين هالمباراة؟ ايه ده انت ما انتش عارف بين مين ومين؟ لا والله بين سوريا ومصر سوريا ومصر؟ مين الفريق السوري؟ شو لابس الفريق السوري؟ الاحمر سوري الاحمر طب حلك شغله قبل ما تصور قبل ما تصور ارجوك ما تشغلنيش يا بقول لك انه كنت مع الكاميرا الخفيه